أو كذلك حمزة سواغمان مدرش شيء صح نحسب مش تعدي الغنية متاعه وين عنده غنية عنده غنية عمل الكليب اي عمل الكليب نتفهم ولا هي غنية ساعة من بعد مدغش ياسر على الحقائق أربعة يظهر يسمع أنكم تحضروا في تحقيق على مسيرته بداية هبط في ستوري متاعه على انستغرام مساج يحكي به زميلنا عصام الشوالي أسامة الشوالي اللي يتوعد فيه بكلام ما يليقش ويهدد باش ما تعديش الحلقة والتحقيق ومن بعد يمشي مع أبعد حمسة ويعمل لايف ستريمينج يعمل لك برومو نتاع هو مشكور عملك البخمور نتاع البرنامج مدة 17 دقيقة خصصهم الحديث بأنه عنده امتعاض خطبة الجمعة هذه 17 دقيقة على الغيزو سوسيو نتاعو مهما يكون يتبعوا فيه برشا عباد دونك كان ثم تفاعل كبير من 17 دقيقة عمل ترخيص بالضبط شنو يحب يقول سواغمان وعلاش متغش نسمع بعض قلت له باش تخرج لي كات فيريتي سور سواغمان خاطر انت ما عندك حد شيء عندك كان كذب ton émission c'est de la merde si je vois le mot swagman si je vois le moindre chose sur moi qui me concerne mes 5 avocats bjigeo flaika l'huissier de justice bjigeo rodoa bjato comme jouet le chouchou khali comme tamno l'émission n'afo ana n'afo li chna bch tqoul alaya swagman si swagman escroc ne t'attaque pas aux bandits makanti tu m'as dit que je suis un bandit moi je suis un bandit je suis un gangster apparemment je suis un gangster انا ردوة حفلة متاعك ردوة ستافت ليش باش نشكي بيك بركة برو انت ما عادش باش تخدم برو شفت خدمة متاعك ما عادش باش تخدم برو موت عليك يا حبي عندك ديكلاراسيون دامور في الاخر عندك عليك مدغاش ياسر سواغمان قال فما برشا مغالطات باش تصير في حسب رايه هو في التحقيق هذا باش يتعدى وفيه تهديد ضمني انك حمزه هو ويد واصل ياسر وواصل ياسر وانت ما عادش باش تخدم بعد التحقيق هذا وقال انه باش يبعث محامين الله اعلم حسب الكلمه يعني سامحني اخر واحد ولا ولينا احنا الحيط القصير كل واحد يهدد ويد واصله سيدي وين ما توصل يد يحطها اسمع وعامد فيه لقيتها مش يحطها فوق راسه كان مش في بلاصه اخرى مربي الور حاله الهستيريا اللي كان فيها البارح ما نحبش نعلق عليها برشا لانه اليوم باش نخدموا على الموضوع حاله الهستيريا اللي كان فيها البارح الوضعيه اللي كان فيها شنو كان متكيف بالضبط ما نعرفش باش وصل قال كلام كيما هكاكا وتهديد وانا ونعمل لك ونقد لك وجبولات ما يتقبلوش وكان جبولات ما يتقبلوش وندرى شنية جبال ما جبال اللغه نتاع يعني قبي قبي اي زعما زعما جبال ما تلاقاش والرجال تتلاقى اي زعما زعما يعني اللي علموا هالو هذيك جا لتونس هو ولد نيسرا ماهوش ولد لا ما علمش في بالك نيسرا وفي النرويج اي لا معناتها هو حسب روحه ولد فما بلايص في نيس تظن روحك معناها في انا ولد ريانا على كل حال داكوردو دونك تو نتفرجوا وتو نشوفوا ومن بعد الكلام خاصة خطر مستوى بالنذالة هذه اللي شفتها من عند السيد هذا المتحيل تو نشوفوا الكلام اللي قال داكوردو احنا نحقوا عليه لانه شخصيه عامه نخدموا في خدمتنا الصحفيه لو جاء حر روحه علينا يوري صحيح وجاء نهار كامل هو طالع ونهار كامل هو بطل ونهار كامل هو عنده فلوس ونهار كامل خيب تجي كان باش توري روحك بطل وعندك فلوس كيف جبتهم الفلوس علاش اليوم وقع تجميد اموالك علاش اليوم فما العشرات من الناس اللي شاكين بيك يبقى احنا خدمنا على رواحنا كيما حققنا على العشرات غير سيادتك خاطرك حتى شيء معناها بالنسبه لينا كيفك كيما غيرك من برشا متحايلين يهمنا ان عارفوا كيفاش عملتوا فلوس هذه قضيه راي عام ومش مش معناها مشيت ديكتاتوريه والتحجير عليه مش يجي السيد هذا سواغمان هو باش يهددني باش يولي تو هو غونغستير وفي امريكا وباش يقتلني وانا نمشي بجيلي باربال وهو باش يقتلني اي بقى انا هاني نقولها للنيابه هيك تسمع فيه كان تسمع فيه كان تحب تسمع وكان ما تحبش تسمع مش لازم تسمع خاطر هو مسيب موجود هو مسيب يعني هو تو عنده نهارين وهو يقول في الكلام ما يقلقنيش انا معناتها مستانس بيهم مستانسين بيهم محمد الجماعه هذوما ماهوش الاول ماهوش الاخير ولن يكون الاخير مرحبا به اون ريفونش نستدعاه انه يحضر في البرنامج مش خير يحضر عطينا بك يا سوف كور نستدعاه انه يحضر يجي في البرنامج عليه يواجه الشيء اللي ما قال الكذب يا خويا كذب قال البرنامج نعرف ايش فيه ما يعرفش ايش فيه
انا محضر له مفاجات كما هو محاضر يحكي على مفاجات يجي يحضر في البرنامج ويواجه الشيء اللي موجود. معقول جدا. معقول ولا هو شخصية عامة؟ لو كان جاي أي واحد شخصية عامة ظهر في التلفز يقول للناس في حاجات معينة بالتثبت منها لقينا أنها ما هيش صحيحة. وبالتالي من واجبنا احنا كإعلام يحقق في المواضيع ان نحقق في هذه الظواهر الفرقعات. يحب ولا يكره حاجة ثانوية جدا هو والبندية متاعه. والليلة اتنشوفوا التفاصيل وما عرفتش من شنو خايف وبالضبط معناتها مرعوب باش يتكلم بالطريقة هذه من شنو خايف. انا راني عملت 17 دقيقة 17 دقيقة كلام ما يليقش. قول محمد هذه فقرة أمين الواب هذه هي لا وخيش عملنا البارح عملنا أمين الواب حكينا على حسن الزغدود ما قلنا صوته ما يهمكمش في الأسامي ادخلوا لنزلوا على الرابط أشب واحد يا أخي هذاك صوتوا يا أخي توا حسني كان في المرتبة الثالثة البارح كان 15% البارح أموره كيفاش اليوم توا في اللحظة هذه حسني في المرتبة الأولى 7551 46% نسبة التصويت اللي بعده الثاني 4154 الثالث 3600 وشوية برافو اللي بعده 816 والأخير 284 معناها اي سيت يلا خلينا نعمل بالضربه القاضيه نكملوا لمنافسي حسني الزغدود نكملوا صوت الحسني الزغدود يا وكليات تلقاوه على صفحه الامتياز حمزه بتبيعه يمشي زمينا حسني الزغدودي عمل امتياز زاد الشعب انترنت في تونس اللي كل ما فما يكون تونسي محتاج للتصويت على الانترنت يتجندوا لبنان السعوديه ومصر برشا برافو 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 اي سيدي يعطيكم الصحه نمشيوا للمهم